انطلقت فعاليات مبادرة مراكب النجاة في محافظة الدقهلية لمعالجة أسباب الهجرة غير القانونية، واستقبل محافظ الدقهلية أيمن مختار وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي، حيث ثمن المحافظ دور الوزارة فيما تقدمه لعلاج أسباب الهجرة غير القانونية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. احنا عندنا كذا محور بنشتغل عليهم مع وزارة الهجرة ومع المحافظة ومع بعض منظمات المجتمع المدني، زي جهاز مثلا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. عندنا بنعمل حملات، بندرب الأول أعضاء المجلس وبندرب الرائدات، وبعد كده بنبدأ نعمل حملات طرق أبواب. بنحاول نغير الوعي، بنحاول ان احنا نغير اتجاهات الشباب عن طريق ان احنا بنعرفه المعرفة الصحيحة. بدأت مع جهاز تنمية المشروعات سنة 98 بتقريبا قرض 30,000 جنيه، بطاقة انتاجية كانت 10 دسات في اليوم. النهاردة احنا في 2024، اخر قرض اخده تقريبا حوالي 500,000 جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. الطاقة الانتاجية بتاعت النهاردة تتخطى من 300 ل 350 دستة في اليوم. جهاز تنمية المشروعات من وجهة نظري الشخصية من أفضل جهاز في جمهورية مصر العربية. قدمت للصندوق من تقريبا من 6 سنين، قدموا لي الدعم وساعدوني ان انا استخرج كل المستندات من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، التراخيص، التأمينات، وقفوا جنبي لحد ما وقفت على رجليا. كنت بادئة بمكانتين بس، دلوقتي الحمد لله بفضل الله بقينا عندنا خط انتاج كامل اكتر من 12 عاملة، بقى عندنا ستاف كامل. بقدم ورقة دلوقتي علشان احصل على تمويل كمان.